معقول انا كده؟ وقالت لي انا مش، انا زمايلي في الجامعه علي قالوا لي انت ما كتبتيش عنه زي ده، هو يستحق اكتر من كده، بس انا خفت عليها. طيب احنا عايزين نسمع يا القصيده اللي هزت الطيار اللي هو طيار، يا القصيده اللي هزت دكتوره امال. بواب التفتيش. بواب التفتيش. بواب التفتيش. بواب التفتيش على بابك كل ما حاول اعدي اتزمر. بواب التفتيش على بابك كل ما حاول اعدي اتزمر، وبتتشرط وبتتأمر، ارجع ادور تاني وادور، وكل ما حاول اعدي اتزمر. طب ادي الساعة، وادي حزامي والولاعة، وادي حكايتي، وادي امارة، وادي عنواني والنضارة، حتى الباقية، حتى الفكة الباقية في جيبي، والاشعار والمحفظة ما فيهاش غير صورتك ليل ونهار، زي ما نازل من بطن امي من غير حتى ورق التوت، وكل ما فوت البوابة برضك بتزمر، لحد ما شافني واحد واقف من الحراس وقال لي اسمعني يا ابن الناس، ارمي الحتة الحلوة في قلبك وعدي، والبوابة عمرها ما تزمر. الله، دي حلوة قوي. انت هتعيط ليه بقى؟ لا لا مفيش عياط. ده الناس هي اللي بتعيط مش انت. لا 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 خالص، لا مفيش. لا لا